بأيدي وإنا لموسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأخوات، كل عام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الطاعات. أيها الإخوة، مع برنامج تغنى ورتل، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم في كل يوم جمعة بعد الساعة السابعة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو برنامج قرآني نستضيف فيه بعض الأولاد وبعض الأطفال الذين تكون قراءتهم طيبة. هذا البرنامج الذي نتعلم فيه شيئا من كلام ربنا سبحانه وتعالى جل في عالي سماه. لكن نحن في أيام العيد، وهذه الأيام العيد ويوم العيد هو يوم فرح ويوم لعب، فكان من الواجب علينا أن تكون هذه الحلقة يعني حلقة مختلفة نوعا ما، ليست بذلك الجدية، وإنما تكون فيها من شيء من المزاح وشيء من المرح، حتى نعطي العيد جوه، وحتى يكون الانطباع عن العيد هو الانطباع السائد الذي علمتنا إياه الشريعة الغراء. فهذا يوم لعب، يوم فرح، يوم فيه شيء من المرح وفيه شيء من المداعبة، كما علمنا النبي وكما علمنا أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا. معنا طبعا أيها الإخوة الأخوات، معنا عن يمين الشاشة، نبدأ بعرض الأسماء الذين من الطلبة والطالبات الذين هم معنا. فمعنا عن يمين الشاشة معنا الطالبة ميار مالك، أهلا وسهلا بك يا ميار. كذلك معنا الطالبة نور أنس خالد، أهلا بك يا نور. كذا حياك الله يا نور. معنا أيضا الطالبة منار حذيفة، نعم حياك الله، كيف حالك يا منار؟ الحمد لله. أي نعم. كذلك معنا الطالب غازي محمود، أهلا بك يا غازي. كذلك معنا الطالب أحمد ياسين، كذلك معنا الطالب يزيد إبراهيم، كذلك معنا الطالب إلياس زيد، أهلا وسهلا بكم. كذلك معنا الطالب علي محمد، كذلك معنا الطالب خالد وليد، أهلا وسهلا بكم جميعا. أيها الإخوة الأخوات، طبعا هذا الجو الذي نعيشه في هذه الحلقة سيكون جو شيء من المرح وشيء من المداعبة كعادة الأولاد في الأعياد وما أشبه. نبدأ معك يا ميار، كيف حالك يا ميار؟ الحمد لله. تفضل يا ميار، عرفينا عن نفسك يا ميار، عرفينا عن نفسك. يلا يلا يا ميار، إيش الاسم؟ الاسم الكامل ميار مالك محمد عسام. جميل جميل. طب أي صف يا ميار؟ أول. أول، ما شاء الله. كيف كنت يوم العيد يا ميار، أول يوم العيد؟ وين رحتي؟ شو صليتي وين يا ميار؟ صلينا في الدور. ما شاء الله، جميل. أنت محافظة على الصلاة يا ميار؟ جميل جميل جميل. طيب ايش الصلوات اللي بتحبيها يا ميار انت؟ صلاة العيد. صلاة العيد، جميل ما شاء الله. طيب كيف يا ميار، كيف شفتي اول يوم العيد؟ ايش احلى شيء، احلى شيء في العيد اليوم ايش شفتي؟ يلا، اللبس، الاكل، ايش اول يوم العيد في الصباح صباحا ايش شفتي؟ ايش عملتوا اول شيء صباحا؟ شفنا الغنم. ايوه، الاضحيه، جميل جميل. طيب اعطيني الميكروفون يا
تفضل يا نور. انت يا نور كيف حالك يا نور؟ نور يلا انت يا نور. لا نور يلا يلا امسك. كيف حالك يا نور؟ الحمد لله. عرفينا عن نفسك يا نور يلا. الاسم الكامل يلا. نور انس دعسان. لعلي صوتك يا نور. نور انس دعسان. نور انس دعسان. حياك الله. كيف حالك يا نور؟ الحمد لله. انا بعرف يا نور انك جيتي معنا في العيد الماضي وانت قرات شيء من القران ولا لا؟ انت بتقراي قران دائما في الدار يا نور؟ وبتحب القران والصلاه؟ جميل جميل. طيب ايش الحلو في العيد يا نور؟ يلا شوفنا خرفة. لا ضاحي جميل. طب اعطينا الميكروفون. يلا يا منار. كيف حالك يا منار؟ الحمد لله. عارفين عن نفسك الاسم؟ منار حذيفة نور دعسان. ما شاء الله. ايش هواياتك يا منار؟ الاشياء اللي بتحبيها؟ الكافرون والفاتحة. الصور يعني هواياتك القرآن ما شاء الله. طب ايش الاشياء العيد ايش الحلو فيها يا منار؟ ايش شفتي في العيد؟ اللعب، الاكل، الالعاب، ايش الحلو في العيد؟ طيب عطين الان ننتقل للاولاد. تفضل يا غازي. كيف حالك يا غازي؟ الحمد لله. عرفنا عن نفسك يا غازي. اسمي غازي محمود غازي دعسان. جميل. اي صف يا غازي؟ رابع. جميل. ايش يعني اول يوم العيد كيف كان انطباعك يا غازي عن العيد وعن جميل. اول يوم العيد جميل. طب ايش اجمل شيء في العيد انت يعني الاولاد دائما يا غازي بيحبوا العيد وبنتظروا العيد. طب ايش الاشياء اللي بيحبوها في العيد؟ ايش الاشياء اللي بتحبوها انتم؟ ذبح الاضاحي. وغير ذبح الاضاحي؟ اللعب، الاكل، الشرب، ايش يعني بالضبط؟ اللعب. اللعب. جميل. طيب ان شاء الله نلف لفه سريعه ثم نبدا اليكم ان شاء الله واحد واحد. كيف حالك يا احمد؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ منيح. احمد انت ايش البلدان اللي انتقلت لها وسافرت لها يا احمد؟ المانيا. جميل. تركيا. نعم. السعوديه. العقبه مرتين. العقبه مرتين. جميل. طيب طيب انت ايش يعني تحب تقضي ايام العيد باي دوله يا احمد؟ المانيا. ما شاء الله جميل. طب ايش احلى شيء في العيد واجمل شيء في العيد يا احمد بالنسبه لك؟ بلالين. بلالين. جميل. طيب ننتقل الى يزيد. تفضل يا يزيد. كيف حالك يا يزيد؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ عرفنا عن نفسك يا يزيد. اسمي يزيد ابراهيم غازي دعسان. جميل. باي صف يا يزيد؟ بطلع خامس. طيب يا يزيد انا بعرف انك دائما مستمر في دار القران كبقيه الاولاد. نعم. طيب يزيد انت ايش الاجمل شيء في العيد عندك؟ العيديات والاضاحي. العيديات حلوه. ايش كمان؟ تجمعات. تجمعات. ايش كمان؟ الالعاب. الالعاب والاكل والشرب كل شيء. معنا اتصال. معنا الاخ حذيفه نمر. اهلا وسهلا بك يا حذيفه. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. طبعا الاخ حذيفه هو والد الطالبه منار. منار انت الان على الشاشه مع والدك. يلا كلمي والدك. يلا منار العام. يلا قولوا كيف حالك يا بابا كذا. يلا كيف حالك يا بابا؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ منيحه. شو سويت اليوم في العيد؟ اقول لك شو سويتي. شو سويت؟ شو سويت؟ رحتي على الصلاه. شفت بابا وهدى وسيدة بيذبحوا الخرفان وأكلنا. نعم جميل. واللعب. لعبت. إيش كمان؟ صحينا وتوضينا وصلينا بالدور. جميل. طب كيف منار بتغلبكم في البيت؟ لا منار ما بتغلبنا ده. طب كويس جميل. طب منار إيش بدك؟ طب انصح منار على الشاشة يلا. ايش بدك من منار؟ تتمنى من منار ان تكون؟ تفضل يا اخ حذيفه. معي اخ حذيفه؟ منار يعني كويسه ممتازه جدا بس هي بتحفظ قران بتحفظ افضل. نعم
جميل جميل. طيب كل الشكر لك أخ حذيفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. حياكم الله. نرجع إليكم، تفضل يا إلياس. كيف حالك يا إلياس؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ عرفنا عن نفسك إلياس. اسمي إلياس زيد خضر دعسان. طيب أي صف يا إلياس؟ ترفيع خامس. ترفيع خامس. طيب إيش هواياتك يا إلياس؟ قراءة القرآن. قراءة القرآن. إيش كمان؟ كرة القدم. طيب في إشاعة بتقول إنك أنت بتحبش البسكليتات، هاي الإشاعة صحيحة؟ لا. طبعا إلياس من هوايتك البسكليتات ولا لا؟ بشوفك دائما. طيب إيش يا إلياس، أنت إيش العيد أهم شيء في العيد بالنسبة إليك؟ أضاحي. أضاحي. شباب كلهم على الخرفان اليوم. طيب إيش أهدافك في الحياة يا إلياس؟ إيش أنت حاب تكون يا إلياس؟ دكتور. دكتور ما شاء الله، كلها دكاترة ما شاء الله. طيب ننتقل إليك يا علي، يلا يا علي. كيف حالك علي؟ الحمد لله. عرفنا عن نفسك يا علي. علي محمد خالد عسان. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف العيد معك يا علي؟ منيح. طيب إيش بتحب في العيد أنت يا علي؟ الأضاحي. غير الأضاحي. الشيبس، كأنكم بتحبوا الشيبس أنتوا والشوكولاتات. لا. يعني محب. ماشي. ما بتحبوها صح؟ لا ما بحبها. طب ايه لا احكي، ايش بتحبوا في العيد انتو يعني؟ اللعب والاضاحي والاكل وكل شيء. طيب ننتقل يا خالد، بس بتقوليش الاضاحي يا خالد هسه. عرفنا عن نفسك يا خالد، يلا. اسمي خالد وليد خالد دحسان. ما شاء الله، باي صف يا خالد؟ ترفيع خامس. ترفيع خامس. ايش بتحب يا خالد انت في العيد؟ انت العيد يعني الاضاحي. المفروض جبنا لنا معنا خروف هون في الاستديو. طيب غير هيك، غير الاضاحي والخرفان يا خالد. بحب النوم. اي نعم. عمالي البلاي ستيشن. انا بعرف. طيب احكي غير البلاي ستيشن ايش؟ اي نعم. جميل جميل. القرآن. قرآن جميل. يزورونا. جميل. طيب انت الان يعني اعطينا خليه معك. طبعا معنا على الهاتف الاخ زيد خضر دعسان. اهلا وسهلا بك يا زيد. الله على شيخ. تقبل الله الطاعات، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كيف حالكم؟ نحمد الله الحمد لله رب العالمين. كيف امورك وش اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. معك الان، معك الياس على الهواء. الو. زمان ما شفت الياس انت. قبل ساعه. تفضل يا هي، معك على الهواء، سلم على والدك على الهواء. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ بنفس لهجتكم يعني. يلا كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. طيب كلمه توجهها الياس عبر الهواء. نسأل الله أنه ربنا يجعله من أهل القرآن ومن أهل الدين والصلاح، وأن الله يوفقه بحياته ودراسته ونشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله. طبعا هي شهادة لك أخ زيد، أنت يعني من الذين تحافظ على إرسال أبنائك إلى المسجد وإلى دور القرآن يعني، فهذا أكيد. شهادة يعني أشهد لك بها، أسأل الله لك التوفيق يعني، وأسأل الله أن يحقق مرادك في هذا. طيب هنئ والدك والدتك يا إلياس على الهواء، يعني إحنا الآن على الهواء، هنئهم على الهواء بالعيد. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير، وعد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا يا مرحبا. الله يسلمك. طيب نرجع لك يا خالد، احنا ما خلصناش منك يا خالد. طيب خالد انت الان قديش معدلك في المدرسة يا خالد؟ 97. مين الاول على الصف يا خالد؟ ما اعرفش. مين يعني، انت الاول على الصف ولا الثاني ولا الثالث؟ مش موجود عند المدرسة، ما بيقدروش يحطوا. يعني انت دائما انت طيب جيد جيد. طيب طبعا اخواني يعني هذا العيد هو عيد فرح، وهو عيد سكينة، وهو عيد
للفرح والمودة والرحمة وللصلة، عيد يتقارب فيه الناس، يتواصل فيه الناس مع بعضهم بعضا. هذا العيد تذوب فيه الخصومات، يسلم المسلم على المسلم، يصافح بعضهم بعضا، يسامح بعضهم بعضا. هذا العيد فيه تذوب الخصومات وتذوب كل شيء فيه، وتبقى المودة وتعود المودة إلى مجاريها. الأعياد هي أيام بركة وأيام مودة وأيام من أيام الله سبحانه وتعالى. وكم نفرح والله كثيرا عندما يأتي العيد، لأنها يعني تفرح القلوب، وخصوصا الأطفال، وخصوصا أن هذا العيد أكثر ما يفرح به الأولاد الصغار، أكثر ما يفرح به من الملابس الجديدة ومن الألعاب ومن الأشياء الكثيرة جدا، من طعام وشراب وزيارات وما أشبه. فتجد الفرحة تملأ الشوارع بضحكات الأطفال، بملابسهم، بطفولتهم، وكأن هذا الدنيا بأسرها ما خلقت إلا لهذا اليوم عند هذا الطفل الذي لا يعرف بهذا اليوم إلا العيد، لا يعرف إلا الفرح، لا يعرف إلا السرور، لأنه ينتظر هذا اليوم حتى يفرح، ينتظر هذا اليوم حتى يسعد، ينتظر هذا اليوم ليلعب، ينتظر هذا اليوم ليلبس الملابس الجديدة، ليعرف المحبة والسلام وما أشبه. أعطينا الميكروفون، نرجع إليك يا منار. كيف حالك يا ميار؟ كيف حالك يا ميار؟ أنت بأي صف يا ميار؟ أول. كيف أنت بالمدرسة يا ميار؟ منيح. جميل. أنت بتساعدي الماما في البيت يا منار؟ ميار؟ جميل. بتحافظي على الصلوات؟ جميل. طيب يعني قد يكون هنالك اتصالات الآن، يعني نفتح باب الاتصالات إن كان هنالك اتصالات يعني من بعض المتصلين. طيب يا ميار، أنت على أي ساعة تصحي صباحا عشان تصلي الفجر وتصلي كذا؟ أنا بصحى صبح أصلي الفجر. إيش كمان؟ تقرأ قرآن؟ بقرأ قرآن كل يوم. طب شو حافظة من القرآن يا ميار؟ يلا حافظة عما يتساءلون، الفاتحة، حفظ كل الحفظ، الأشياء الصغار، السور القصيرة. إيش حافظة من السور القصيرة؟ الفاتحة، قل هو الله أحد. طب اقرأينا الفاتحة يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. معنا اتصال، امسك يا خالد. معنا اتصال، معنا الأخ وليد، خالد دعسان. أهلا وسهلا بك يا أخ وليد. أهلين أهلين شيخ، كيف حالك؟ كيف حالكم؟ تقبل الله الطاعات منه ومنك صاحب الأمر. كل عام وأنتم بخير. شو هاللمة الطيبة هذه الحلوة؟ بوجودكم إن شاء الله. طبعا الأخ وليد خالد هو والده للطالب خالد. هو الآن معك على الهواء. كيف حالك يا خالد؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. طبعا هوايات خالد الأضاحي والأغنام كأنه. متعة الأطفال هذه في عيد الأضحى. نسي البلاي ستيشن ونسي الكمبيوتر على الهواء. عقله في الخرفان في الحدث الذي حدث في هذا اليوم. طيب معك الآن على الهواء، تكلم معه، أعطي ما عندك من هموم نحوه، تفضل. خالد شو أخبارك؟ كيف أنت؟ الحمد لله. إيش تتمنى أن يكون خالد؟ رسالة توجهها إله، إيش ما إيش الشيء الذي تتمنى أن يكون خالد في بعد 20 سنة مثلا؟
ان شاء الله انه يكون حافظ القران، يعني هذا احب شيء الى قلبي. جميل، والله يوفقه بالحياه ان شاء الله يكون يعني من الناس المتميزين في دراستهم. طب كيف خالد محافظ على القران واخلاقه عاليه ان شاء الله؟ طبعا خالد يعني في مميزه ابنك، يعني انا اراه في المسجد من مميزاته انه ياتي الى الصلوات يعني ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، يعني يحافظ على الصلوات. ارى يعني حتى احيانا لا يكون بعض الاولاد في المسجد، بيجي بيصلي مصليته بيصلي بضل طالع، فهنيئا لك ان شاء الله. طيب الله يبارك فيك، هذا بفضلك يا شيخ، بارك الله فيك، والله يجزاك الخير، انت اللي شجعت هذول الاطفال على متابعه الصلاه وحفظ القران. حياك الله. طيب نوجه لك تحيه ونشكرك، انت اللي شجعتهم على هذا الشيء، حببتهم فيه، والله يجزاك الخير في ميزان حسناتك ان شاء الله. طيب كيف خالد معك؟ مغلبك في البيت خالد؟ لا خالد ان شاء الله كويس ممتاز، ومحافظ على الصلاه برد، اموره جيده تمام، بس يبعد لي انا العاب الكمبيوتر شوي. طيب خلص، هي انت الكمبيوتر بلاي ستيشن. طيب الان خالد هنئ والدك ووالدتك على الهواء، تفضل يا خالد. كل عام وانتم بخير. طيب مين هن جد سيدك والدتك جدتك على الهواء؟ يلا. كل عام وانتم بخير جميعا. جميعا ان شاء الله. انت بخير، كلهم سلموا عليك، كل عام وانتم بخير. الله يسلمك سلم، حياكم الله. الله يسلمك. نياك العيد الجاي تكون حافظ 10 اجزاء. ان شاء الله. بقول لك لابد انك تكون حافظ ومرتب امورك ان شاء الله. يا كل الشكر والشكر موصول لك يا استاذ وليد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وكل عام وانتم بخير. طيب اعطيني الميكروفون. كنا مع مين الان؟ تفضل. يلا احنا الان كنا نقرا قران. يلا ايش كمان حافظه من السور القصيره يا ميار؟ قل هو الله احد. يلا اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جميل ما شاء الله، قراءة جميلة وصوت جميل يا ميار. أعطيني الميكروفون. كيف حالك؟ لا خليه معك، خليه معك، خليه معك. كيف حالك أنت؟ كيف حالك يا حلوة أنت؟ ما شاء الله. إيش حافظة من القرآن أنت؟ سور قصيرة. إيش؟ يلا على الشمس. يلا حفظيتها شوي. يلا اقرأي شوي. يلا والشمس وضحاها. بس امسكي، يلا امسكي مليح. طيب عمي انا اذكر انك كنت حافظة عبسة صح؟ يلا عبسة. ارفع الميكروفون قربي قربي شوي. ها يلا خليك على الكاميرا، خليك على الكاميرا، هاي كاميرتك. ايوه يلا اقراي. ارفع الميكروفون. اي نعم. جميل. طيب كيف حالك انت؟ طيب انت الان على الهواء، يلا هنئ والدك والدتك على الهواء، شو بتقولي لهم؟ كيف؟ شو بتحكي لهم على الهواء؟ كل عام وانتم بخير. يلا لا قربي هذا هيك، ارفعي هذا. يلا كل عام وانتم بخير. يلا قولوا يعني احكي كلمه لوالدك والدك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ايش كمان؟ طيب اعطيني الميكروفون الان، نرجع اليك يا منار. كيف حالك يا منار؟ الحمد لله. احنا بحكوا لي قال بحب، بتحبش الشيبس والعصير والصحيح هذا الحكي؟ لا. اشاعات هاي؟ لا. اشاعات اكاذيب صح؟ طيب انت باي صف قلتي لنا؟ ثاني. طب ايش حافظه انت؟ كافرون. اي نعم. الفاتحه. طيب انت الان العيد هذا مين احسن، العيد هذا ولا قبل 20 سنة؟ هذا العيد احسن من قبل 20 سنة؟ طب ليش احسن؟ يلا طب ليش ايش الحلو في العيد؟ طب يلا خلينا مع القرآن. يلا ايش حافظ من القرآن؟ الفاتحة.
الكافرون. طب يلا اقري الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. جميل جميل جميل. يا ارفعي هكذا. طيب اقرأ، ايش حافظة كمان؟ قل هو الله احد. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. هناك بعض، قد تكون بعض الاخطاء. احنا الان لسنا في جو يعني التعديل بعض الأخطاء وما أشبه، هنا يعني لسنا في حلقة نوعا ما، وأحيانا بيكون قد يكون الخطأ ثابت يصعب الآن تعديله. طيب ما شاء الله جميلة يا منار، تفضل يا. كيف حالك يا غازي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ منيح. وين وصلت في القرآن يا غازي أنت معنا؟ أي بعد جزء؟ لسه في جزء عامة، دخلت جزء عامة. جميل جميل يا غازي. طيب انت يا غازي بشوفك دائما مستمر مع القرآن، تيجي على الحلقات، ما الذي يدفعك يا غازي الى المجيء للقرآن باستمرار؟ يعني ايش اللي بيدفعك انك دائما مستمر مع القرآن يا غازي؟ اني اتعلم القرآن وافوت الجنة. ما شاء الله جميل جميل، اسأل الله ان نكون جميعا في الجنة. طيب مين اللي بيرسلك لدار القرآن، بودي يعني دائما بحثك انك تروح على دار القرآن، مين اللي بوديك لدار القرآن؟ انا ابوي. جميل جميل ما شاء الله. طيب معنا اتصال، معنا الاخ مالك محمد فيصل، اهلا وسهلا بك يا مالك. السلام عليكم. سلام، كيف الحال؟ والله الحمد لله، كيفك يا شيخ؟ الحمد لله، شو اخباركم؟ والله الحمد لله بنكون بخير. شو اخبارك؟ تقبل الطاعات منك صاحب الاعمال ان شاء الله. ان شاء الله السنه الجايه على جبل عرفات يا رب. الله يحفظك. طبعا الطالب الاستاذ والاخ مالك محمد هو والد الطالب ميار. الآن ميار معك على الهواء. مرحبا يا ميار. أنا بابا. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو أخبارك؟ الحمد لله. مع مين رحت اليوم عطلة العيد؟ مع مين؟ مع تيتا؟ مع تيتا؟ آه. شو كبرتي في صلاة العيد؟ آه. كيف كبرتي؟ احكي للشيخ كيف كنت تكبر. يلا يلا كبر. كيف كبرتوا اليوم؟ كيف كبرتوا؟ كنت تكبروا اليوم؟ يلا كبر. كيف كنت تكبروا للعيد؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا. جميل جميل كملي. وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده. و نصر وعده. يا طيب يا الآن كيف ميار في البيت؟ كيف مغلبيتكم مش مغلبيتكم؟ أنت الآن على الهوى معها. لا ما شاء الله عليها ميار، ميار ما شاء الله عليها، ودائما بدها دائما تسأل متى بدنا نروح عند الشيخ عشان نحفظ قرآن. دائما تكون يسأل الله انه يخلص الكورونا عشان نرجع نحفظ على عند الشيخ ابو معاذ نتعلم القرآن. حياكم الله. طيب الان يعني انت رسالة ترسلها لميار بطريقتك الخاصة، يعني احنا الهدف ليس لها، وانما الهدف ايضا قضية اعلامية. ايش يعني امنياتك نحو ابنتك الصغيرة ميار؟ تفضل. ما فهمتش عليك يا شيخ. يعني ايش امنياتك في انها تكون ميار مع الزمن بعد 20 سنه؟ نتمنىها تكون من الحافظات لكتاب الله. جميل. نتمنى تكون ان شاء الله موفقه في دراستها وفي حياتها. نعم. ونتمنى طبعا تكون من الناجحات ومن الحافظات على كتاب الله على يدك يا شيخ. الله يجزيك خير. طيب الان انت الان على الهواء مع والدك،
الآن هنئي والدك ووالدتك والعائلة بالعيد. كل عام وانت بخير. انت بخير. مين هذا يا ميار؟ مرام. مرام أختك؟ جميل جميل. كيف حالك؟ يلا. الحمد لله. يلا. انت بخير. جميل. طيب أسأل الله تقبل الله الطاعات أخ مالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى من هذا العيد علينا وعليكم وعلى البلاد وعلى الأمة الإسلامية وعلى الأمة الإنسانية بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين. وسلام آمين. آمين يا رب. الله يجزيك خير يا شيخ. حياكم الله. احنا كنا عند مع من؟ وصلنا يلا الله غازي. احنا كنا معك يا غازي انه انت يعني من الذين تحافظون على الصلوات، تحافظ على دور القرآن، تأتي الى دور القرآن، وذكرت انه الان يعني دائما والدك والدتكم الذين يعني الصلاة. جميل جميل جميل. طيب انت ايش بالنسبة لك الصلاة يا غازي؟ حسنات. ايش كمان؟ جميل. أعطيك أجر وثواب. جميل. صوتك الجنة. جميل. إيش كمان؟ بس. طيب يا غازي الآن أنت على الهواء، كلمة تقولها لوالدك والدتك في هذا العيد؟ كل عام وأنتم بخير جميعا. طيب إيش كمان يعني تدعو لهم بإيش؟ نفوذ الجنة جميعا. جميل جميل. طيب الآن ننتقل إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد ياسين، تفضل يا أستاذ أحمد. كيف حالك أستاذ أحمد؟ الحمد لله. أستاذ أحمد أنت يعني أنت على الهواء الآن، أكيد يعني الآن والدك والدتك أقاربك بيسمعوك، إيش بنصحهم الآن؟ إيش بتهنئهم في العيد؟ كل عام أنتم بخير. إيش كمان يعني بتنصحهم نصائح على الهواء؟ يلا يا أحمد. أحمد شغل بس إيش؟ بتحب السفر يا أحمد أنت جميل. طيب يا أحمد أنت يعني برضو أحمد من الطلاب اللي بيحافظوا على الصلوات ودائما في المسجد، ورجل يخدم حتى يعني دائما خدوم في الحلقة، جزاه الله خير. ننتقل إليك يزيد. كيف حالك يا يزيد؟ الحمد لله. يزيد أنت برضو يعني من المحافظين على الصلاة وعلى القرآن، يعني ويزيد يعني تقريبا قطع شوطا كبيرا في القرآن، يعني وصلت إلى أي سورة يا يزيد؟ غافر. سورة غافر. جميل جميل سورة غافر. طيب كيف القرآن سهل يا يعني الآن الذين يسمعوك الأولاد، القرآن سهل ولا صعب يا يزيد؟ فيه بعض الصعوبة، بعض السور، لكن الإنسان إذا مشى فيه لفترة معينة شو بتصير السور؟ سهلة. يعني أنت الآن بأول ما بدأت في القرآن كان القرآن صعب شوي ولا لا؟ صعب، لكن بعد قطع جزء جزئين ثلاث أصبحت السور سهل. أي يعني سورة غافر هي صعبة لكن بالنسبة لك إيش صارت؟ سهلة. جميل. طب الآن يعني يا يزيد الآن كلمة تقولها لوالديك على الهواء. كل عام وأنت بخير جميعا. إن شاء الله بتنعاد علينا وعليكم. أي نعم. إيش كمان تقول لهم؟ تفضل يا يزيد يلا. طيب ايش الاشياء الجميله في العيد اليوم مرت عليك يا يزيد؟ بس تقوليش الاضاحي. يلا 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 تقوليش الخرفان والاضاحي. يلا اللعب. اللعب الجمع مع بعض خصوصا الاولاد الصغار. دائما ارفع المايك ارفع المايك ارفع المايك. الجمع مع الاقارب جميل. ايش كمان؟ والأضاحي. يلا ننتقل إليك. كيف حالك يا الياس؟ الحمد لله. طيب الياس أنت يعني برضو الياس من الذين يحافظون على الصلوات، وأنا أشهد له أنه من المحافظين، هو شقيق الأصغر. وإيش تعني لك الصلاة يا الياس؟ الصلاة في المسجد شيء كبير. شيء كبير ما شاء الله. طيب أنت يا الياس تيجي تصلي في المسجد يعني، طب لو ما صليتش في المسجد بصليها في الدار؟ تحافظ عليها. جميل جميل يا الياس. طيب يا الياس ايش اجمل شيء اليوم شفته في العيد؟ بس غير الاضاحي. يلا
إنه جينا هنا وقعدنا مع بعض. جميل جميل جميل. نجتمع مع بعض. صليت العيد يا إلياس؟ أكيد. وين صليته؟ في المسجد. في المسجد جميل. سلمت على الأقارب، سلمت على الأولاد. جميل طبعا. جميل. ننتقل إليك يا علي. يلا يا علي، كيف حالك يا علي؟ علي برضو من المحافظين على الصلاة، بس علي مرات بيغيب يغيب شوي هيك. كيف حالك علي؟ الحمد لله. علي يلا كلمة هيك تقولها لوالديك على الهواء، ارفع المايك. كل عام وانتم بخير جميعا. جميعا ما شاء الله. ايش كمان؟ طيب ايش احلى شيء في العيد يا؟ التجمع مع بعض. تجمع مع بعض جميل. ايش كمان؟ والاكل اكل والشرب والعصير. ايش كمان؟ كمبيوتر. والضحك كمان. كيف؟ والضحك. هنا. يلا يا خالد، نرجع لك يا خالد، احنا نضل نلف على الدور نضلنا. يلا خالد، طبعا احنا ذكرناك يا خالد احنا امام والدك وامام على الهواء قبل قليل انه انت من المحافظين على الصلاه، يعني انا اشهد لك يا خالد. ايش يا خالد بالنسبه لك تعني الصلاه و يعني المحافظة على الصلوات يا خالد؟ يعني أنت دائما، يعني أنا أذكرك دائما أمام الطلاب أنك من أكثر الطلاب محافظين على الصلوات، يعني حتى ظهرا وعصرا تترك الألعاب وتترك الملاعب وتأتي إلى المسجد. إيش تعني لك الصلاة يا خالد؟ شيئا كبيرا. شيئا كبيرا ممتاز. إيش كمان؟ يعني إيش وأنت بتصلي إيش بتشعر يا خالد؟ طب ايش بتحب في العيد يا خالد انت؟ الالعاب. جميل. الناس يجوا يزورونا. نعم. الاضاحي. طيب. جميل جميل. طيب يا خالد الان، طيب خلينا يا خالد الان، يعني انت كنت تستنى العيد تنتظر العيد من فتره طويله يا خالد؟ يعني من اسبوع وجاي كنت تستنى العيد يوم بيوم؟ لا. عرفة يوم صمنا، صمت صمت في عرفة يا خالد؟ جميل. افطرنا يوم افطرنا بدأت تسجل العيد كنتش. يعني بعدين بلشت تجهز امورك للعيد. اشتريت ملابس يا خالد للعيد؟ ايوه. جميل جميل. طبعا اعطيني الميكروفون يا خالد. طبعا كم بقي من الوقت، يعني لم يبقى الكثير، لكن يعني هذه الأيام أيام فرح أيها الإخوة والأخوات، والهدف يعني من هذه الجلسة مع هذه الأولاد وهذه البنات، الهدف يعني هو طاعة الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وحتى نعطي صورة جميلة عن الإسلام، وحتى نعطي الصورة الأجمل عن ديننا وعن دين محمد عليه الصلاة والسلام، أن هذا الدين دين يعني يوفق بين حياة القلوب والأمور الدنيوية أيضا، فهذه الحياة تحتاج إلى أن تغذيها بالقرآن، تغذيها بالإيمان، تغذيها بالطاعات، وتغذيها بالأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى من العبادات. أيضا هنالك أيام الله سبحانه وتعالى يتيح للعبد فيها أن يفرح وأن يلهو وأن يلعب وأن يفرح أبناءه، وحياتنا هكذا إخواني، لا تكون على سجية واحدة ولا تكون على وتيرة واحدة، وإنما هكذا وهكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. فلذلك إخواني يجب علينا أن نربي أبناءنا تربية صالحة، تربية على الدين، أن نربيهم على الإسلام، أن نربيهم على محبة هذا الدين، أن نربيهم على الصلوات. والله يا إخواني الذي لا يربي على أبنائه من الصغر على الصلاة سيتعب، سيتعب إخواني، وإنما يربيهم على محبة هذا الدين، محبة الصلاة، محبة القرآن. هذه الثوابت إذا زرعت وغرست في قلوب الأبناء ستبقى. يعني الطالب وهذا الشاب إذا وصل إلى عمر مثلا 30 سنة ولم يعرف الصلاة ولم يعرف قراءة القرآن ولم يعرف، من الصعوبة بمكان أن تزرع في صدره القرآن والصلاة وما أشبه، من الصعوبة أن تزرعها بسرعة أبدا. لكن إن تعود من الصغر على الصلاة، فإن دخل الجامعة وإن ذهب إلى عمله، لو انحرف قليلا بعد 20 سنة 25 سنة حتى لو ابتعد مع الزمن ستعود به الذكرى،
وستعود به الأيام إلى الأيام الخاليات والأيام الخوالي وإلى سالف أيامه من الصلاة ومن العبادة، يتذكر تلك الأيام التي كانت معه في صغره في المسجد، ويتذكر حلقات القرآن، وسيتذكر الصلوات عندما كان في الابتدائية وفي الثانوية وفي المرحلة الجامعية وهو صغير، يذهب مع أمه مع أبيه إلى المسجد. هذه الأمور الذكريات جميعا بعد فترة إن هو ابتعد ستعيده إخواني، تعيده إلى بر الأمان، تعيده إلى وتجذبه إلى الدين، وتجذبه إلى الإسلام، وتجذبه إلى محبة هذا الدين وإلى الطاعات وإلى الاستقامة. فأنا أقول لإخواني، علموا أبناءكم ودربوهم على الصلاة، على تلاوة القرآن، على محبة هذا الدين. فإذا نشأ هذا الطالب وهذا الغلام على هذا النشأ سيبقى معه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. طبعا الآن يلا الآن بقي معنا دقائق قليلة، نشكر القناة، نشكر القناة، يلا نشكر القناة، يلا ميار نشكر قناة الحقيقة إنها سمحت لنا بهذا الجو اللطيف. يلا نشكر قناة الحقيقة، تفضل يا قناة، يا منار، يا ميار، يلا نشكر قناة الحقيقة، يلا يلا ميار نشكر قناة الحقيقة التي سمحت لنا بهذه الجلسة. أعطيني الميكروفون، يبدو الأولاد أحيانا المفاجآت لهم تحدث لهم إرباكا. على كل حال أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، فإلى لقاء آخر، فكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم.